إذن سيداتي يا نساتي سادتي متابعين الأعزاء مشاهدين الكرام، الشوط السادس للخيل مهدنا الأصيلة تكافأ الدرجة الثالثة مسافة 1850 متر تصريف من 75 إلى 95 أزمة بيتش كلوب سوديست وآيرونز و مانو منجسترون سي بيو رامبر بلاك داون فير زاكون جوفنتس باي ستار وغريدز جود تارفالا داون ماركيسو جاستس ريد كونكت. اذا ينطلق الشوط بقيادة الجود رقم 12 غريدز جود السادة مربط انجاز لجي بي جيمبر في الصدارة والمركز الاول، ثانيا مع الجود رقم 10 جوفنتس السيد حسن علي عبد الملك دارن ويليامز في ثاني المراكز، عفوا الجود رقم 6 ترونسي ملك السادة مربط المرقاب في الصدارة والمركز الاول، ثالث المراكز مع الجود زاكون لسيد حسن حمد الجهني وبيير كونفرتينو في ثالث المراكز، رابعا محاولة مع الجود توبيستر مند السامة عمر الدفع سيدريك سيدون في رابع المراكز، خامسا ليغريتس جود السادة مربط انجاز وجيبي جامبر في خامس المراكز، سادسا محاولة مع الجواد رقم 15 ماركوس جستس لسيد محمد نصر الرمزاني. اذا نتزال صدر ارى وتابع مع الجواد ترونسي السادة مربط المرقاب زهير محسن واندرو اوليت في صدارة والمركز الاول، محاولة مع الجواد جوفنتس لسيد حسن علي عبد الملك دارن ويليام زلان في ثاني المراكز، ومحاولة ايضا مع الجواد رقم 4 يرونتس للسادة مربط إنجاز هاري بنتلي في ثالث المراكز. إذن الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، محاولة مع الجود رقم 6 الجود ترونسي الآن مربط المرقاب أندرو أوليت في الصدارة والمركز الأول، محاولة جوفنتس الآن حسن علي عبد الملك دارون ويليامز الآن منافسة قوية، ومحاولة من بلاك داون فير الآن بلاك داون فير السيد محمد خميس الكعبي الآن من الخارج محمد خميس الكعبي مارفن شيرلاند الآن وبلاك داون فير منافسة قوية، لكن الجود بلاك داون فير إلى الصدارة والمركز الأول، بلاك داون فير للسيد محمد خميس الكعبي والمدرب إبراهيم المالكي مارفن سيرلاند. إذن الصدارة والمركز الأول مع الجود رقم 8 بلاك داون فير لسيد محمد خميس الكعبي والمدرب إبراهيم المالكي، ألف مبروك. ثانيا مع الجود رقم 4 الجود إيرونيوس السادة مربط إنجاز هادي بنتلي الخيار، ثالث المراكز مع الجود رقم 14 الجود أدوان السادة مقرن، رابع المراكز مع الجود رقم 3 الجود سوديست السيد سلطان عبد الله المهندي، خامس مع الجود رقم 2 الجود بيتش فلاب السيد حسين علي أبو كنان، ألف مبروك.